نوصل للعقرب يلي رح يتمتع بكل الحيوية المطلوبة منه بهيدا الشهر المائي بامتياز، مع انتقال عطارد لينضم للشمس بالسرطان الصديق، وبشير لدورة جديدة، دعم جديد، شؤون مالية مباشرة بأعمال جديدة بتستفيد فيها بأعمالك، بتقطف ثمار جهودك، أجواء مميزة، فترة مهمة فيها نشاط بتبلشها بخطى سريعة وثابتة مدعومة من الطوالع الفلكية اللي بتشجعك على أخذ المبادرة، بتقدر تقتحم الحواجز وتتوج أعمالك بنجاح. لكن بالرغم من كل هالإيجابيات ممكن تدخل بدوامة فلكية السبت والأحد، انتقال القمر لمواجهة برجك ببرج الأسد بخليك تدخل بمرحلة محملة بأطنان من المسؤوليات المتراكمة والضغوطات، بتخليك تشعر بأنك غير قادر وحدك على إتمام المهمات، ممكن تتعب، إرهاق، بترزخ تحت تقل الوجبات، لكن مع كل هالأجواء المتعبة بتتحسن الأمور مع انتقال القمر لبرج العذراء الاثنين والثلاثة يلي بتحدث عن فرص حلوة، انفراجات، نجاح، عمليات تجارية، تسويات لخلافات، ممكن توقع على عقد بهالأسبوع المهم جدا وهالفترة المهمة فيها أجواء فلكية داعمة نشيطة وواعدة. لكن عن جديد تتبدل الأجواء الفلكية مع انتقال القمر لمواجهة برجك من الميزان يلي بيشكل مربع فلكي مع الشمس من السرطان، وبتكون مهمتك إنك تتعامل بدبلوماسية مطلقة وإنك كأنك عم تتأمل إنه يصير في تغيير عجائبي بهال مرحلة فيها مواقف متصلبة، أوضاع متقلبة، ضاغطة نفسياً اجتماعياً، ممكن تحس حالك إنك تعبان بالتعامل مع المفاجآت يلي رح تطرأ بحياتك المهنية وبتهدد استقرارك وأوضاعك وبتشير لأزمات وتردد وجمود، ما رح تمشي الأمور حسب رغباتك وتمنياتك، مشان هيك حافظ على موضوعيتك وما تتهور. عاطفياً أسبوع حلو جيد جداً ممتاز، بتكون جاذبيتك مضاعفة تحت تأثير كوكب الحب من الجوزاء يلي بخليك تعيش أجواء حارة من العواطف والحب والمبادرة، بتتم التواصل مع الشريك والولاد على نحو هادي وناضج، هالأمر بعزز الثقة بيناتكم. أما العازب رح يكون عم بيشارك بلقاءات حلوة ويتعرف على شخص بيصير اهتمامه، ممكن يبلش معه علاقة الصداقة تطور، ممكن تتطور هالعلاقة الصداقة لاحقاً إلى حب كبير.